نادي سان داونز الجنوب افريقي، وانتقل بعد ذلك ليتخطى فريق نادي الترجي ويتأهل لمرحلة المجموعات، مجموعة اللي كان فيها مازيمبي ويانج افريكانز وايضا نادي بيدياما، وكان احتل مركز ثاني خلف فريق نادي مازيمبي اللي وصل للمباراة النهائية بعد ما تخطى النجم، في حين فريق الفتح كان تلاقى كرات العرضية حاولت تسجيل هدف ومحاولة هنا من جانب مورجان، ولكن على طول الكرة تطلع لخارج. يبدأ مكان يوسف الجناوي في هذه المباراة أساسيا اللاعب يوسافا، هذه انطلاقة حول عبد السلام بوجالون ومحمد، اللاعب أمامنا هو محمد فوزن، محمد فوزن أول كرة خطرة جدا بعد مرور 8 دقائق. أحد من اللاعبين أصحاب المجهود الكبير في فريق مولودية البجاية. كرات الأمامية خلص على طول الموقف أمامنا بن شريف، بن شريفة، لكن الكرة تصل إلى أمامنا اللاعب يوسافا، يوسافا اللاعب الجنب يوسافا، هذه يوسافا اللاعب اللي بيحاول، وادي كرة من المهدي العرضية الخطيرة والكرة والتسديدة قوية قوية الكرة. إن لاعبي مولودية البجاية مقفلين، أدي كرة على طول من الباسل، ملعوبة حلوة أو من الباسل، تعدي الكرة من عبد السلام بن جالون، وادي أمامنا هنا تسديدة القوية قوية الكرة الماضية من جانب اللاعب محمد أيوب، أحد من اللاعبين بقول لحضراتكم يعني بيملك أداء مميز، وادي انطلاقة جدا الكرة الفتح والعرضية، ولكن دفاع المولودية وبن جالون، عبد السلام بن جالون، عبد السلام بن جالون أمامنا أهو، وكرة إيمن بن جالون إلى خارج الملعب، فرصة بقى كبيرة بعد كرة النهيري في الدقيقة 16، أدي أمامنا هنا انطلاقة وعبد السلام بن جالون اللي بقول لحضراتكم بيملك يعني خبرات على المستوى الدولي وتسديدة، ولكن كرة من يوسف الجنبي وتعدي الكرة إلى خارج الملعب. انتقل كان بن جالون لاعب في نادي الإسماعيلي المصري، وبعد كده انتقل بقى يعني ليكون في تتدع طول الكرة مرة تانية، النفاتي، نفاتي عدى، نفاتي عمل عرضية حلوة، الكرات العرضية الخطيرة، كرة عرضية خطيرة في اللقطة الماضية، كرة تماس بن شريفة يلعب رمي التماس طويلة داخل منطقة الجزاء، ولكن كرة رأسية وتطلع إلى ركلة ركنية في اللقاء لصالح، أو ركنية في اللقاء لفريق نادي مولودية بجاية الجزائري. مولودية بجاية حقق كأس الجزائر في 2015، يحد واحد من يعني أفضل إنجازات هذا النادي. ركنية جديدة، ركنية جديدة، شوف أمامنا يعني محاولة استغلال الكرات الثابتة، عبد السلام بن جالون، كرة أمامنا هنا ركنية جديدة لصالح مولودية، أمامنا فريق مولودية بجاية يلعب الكرات الثابتة، كرة على طول العالية، صراع في الكرة العالية خطرة جدا، ولكن كرة من مورجان، شوف بقى الكرة الركنية هنا ومورجان، كان ممكن يسجل التشادي مورجان بيترانجل، أمامنا كان ممكن يسجل مورجان الهدف في هذه اللقطة في الدقيقة 31، لكن الأيسر واكتفى بالمشاهدة الحواصلي في اللقطة الماضية. كرة على طول أمامية، استلام المرة دي محاولة من اللاعب نفاتي، واحدة هذه أمامنا كرة في القائم من مورجان، ويرد عليها محمد فوزن أمامنا هو بكرة قوية جدا من هجمة سريعة جدا، شوف أمامنا هنا التمريرة خلف اللاعب بوعلي، وفوزن يا دوبك الكرة بقى بتاعت فوزن يعني كانت في منتهى الخطورة ترتطم في أسفل القائم الأيمن، واحدة في القائم الأيسر بتاعت مورجان من الركنية، أدي أمامنا الإعادة للركنية الملعوبة أمامنا الركنية في اللقطة الماضية من يسلي، والكرة تصل إلى مورجان، أدي أمامنا كمال يسلي، شوف عمل الكرة الركنية ملفوفة حلوة قوي، ملفوفة بشكل جميل، والصراع كان ما بين اللاعب اللي طبعا في اللقطة الماضية ماندو اللي في الدفاع، أدي أمامنا الإعادة، بص الكرة بين نفاتي، شوف بقى هنا صراع صراع، واللقطة دي مش بتبين قوي يعني صوماليا سيدي بيه، بص هنا بص هنا بص هنا بص هنا بص، هو جابه من دراعه، جابه من دراعه في اللقطة الماضية، اللاعب المالي اسقط اللاعب الجنبي اللي امامنا هنا اللاعب يوسافا في اللقطه الماضيه، دي برضه ما تبينش اللقطه الاعاده السابقه، شوف امامنا هنا الصراع كان يوسف الجناوي كرات الثابته خلص ال 198 سم، هل تستغل في هذه الكرات، وهذه راسيه وترتد الكره يوسافا يوسافا يوسافا، كره خطيره جدا، كره خطيره جدا جدا، ادي الكره من يوسف الجناوي
والكرة العالية اللي بتعدي أمامنا هنا من الكل، وعدت من ناهيني وعدت من الجميع، ويوسافا يسدد كرة لكن تنتهي الكرة ركلة ركنية لصالح فريق نادي الفتح الرباط. ركنية للفتح، كرة تتلعب على طول، الكرات الثابتة الرأسية النهيري، ترجع مرة تانية الكرة إلى اللاعب محمد فوزي أمامنا، محمد فوزي ركنية مرة يعني تانية بتعدي كده بدون استغلال، ولكن كرة ترتد ومرة تانية العرض بتاعة اللاعب الجناوي يوسف اللي تصدى ليها باقتدار الحقيقة وحاولها ركنية. هادي خلص أمامنا، اللاعب خلص مهدي وسيدي بي وركله ركنيه اتلعبت قصيره ركنيه مره ثانيه، لمه حلوه قوي يا ولد يا لعيب ويلعبها حلوه قوي، سكومه والراسيه وتمتد هدف للفتح، هدف لفريق نادي الفتح في اللقطه الماضيه. ادي هدف للفتح، هل سجله مين؟ محمد نهري، لسه بحكي نهري سجل في مرمى الملعب، سجل في مرمى اهلي طرابلس هدفين في مرمى الكوكب، وياتي الهدف بقى اللي يفض الاشتباك، لن تكون هناك ركلات ترجيح لان محمد نهيري سجل هذا الهدف من الركنيه ليتقدم الفتح في هذه اللحظات بهدف التقدم في الدقيقه 73. شوف الركنيه اتعملت حلوه دي، يعني فيها جمله حلوه قوي، شوف يا ولد يا ولد ايوب سكومه يلعب العرضيه خالص امامنا اهو، لكن اللي خلص الامور وفض الاشتباك اخيرا محمد نهيري في اللقطه الماضيه، خامس هدف لي في هذه البطوله، اللي يتصدر الهدافين كلاعب زامبي لاعب فريق نادي مازيمبي يعني في المباراه النهائيه مازيمبي في انتظار الفائز. ادي الكوره ارتطمت كده في قدم اللاعب بوعلي ووصلت الهديه من بوعلي الى اللاعب اللي سجل محمد نهيري في هذه المباراه، وفرحت طبعا اللعب خالص طبعا مهدي في اللقطه الماضيه. نهيري محمد من يسجل في هذه المباراه، هدف ياتي في الدقيقه 73، الفتح متقدم. دفاعي كان غاب على المباراه الماضيه، استمر غيابه النهارده لكن دخل كبديل في التحام قوي مع مورجان تشادي. من ملوكا هيلعب الكره الثابته، هل ينجح مولودية بجاية في إحراز التعادل في هذه الكرات العالية؟ الصراع هدف التعادل، هدف التعادل، 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 فوزي رحال، فوزي رحال، يرحل، يرحل بجاية للمباراة النهائية، يرحل بهذه اللحظات، وفرحة كبيرة جدا، الإصرار والتحدي كان عنوانه جزائري في هذه اللقطات من المباراة، الفتح الرباطي وناصر سنجاق، هي كرة ثابتة لكن فوزي رحال يسجل باقتدار أمامنا هنا هدف التعادل القاتل، هدف التأهل للمباراة النهائية، ما لم يكن في اللقاء بقية. أدي الكرة العالية ملعوبة حلوة قوي من بن ملوكا، ترتد الكرة، هدفين شبه بعض، واحد من ركنية لنادي الفتح سجله نهيري، سقطت أمام نهيري، وأدي أمامنا الكرة هي ترتطم في اللقطة الماضية باللاعب نايف وتصل على طول للاعب اللي يسجل فوزي رحال في اللقطة الماضية. هدف التعادل، هدف التعادل وهدف التأهل للنهائي، وبالتالي مولودية بجاية في المباراة النهائية أمام مازيمبي في الوقت المتبقي. الإصرار والروح، ناصر سنجاق كان رحال التعادل وخلص، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، خلص خلاص، يضع الكرة الرأسية في القائم الأيسر تحرم الفتح من التأهل، وهذه الكرة ترتد وممكن وممكن، لسه الخطورة قائمة، لسه الأماني ممكنة، لسه الكرة، أوه تعدي الكرة إلى خارج الملعب، قمة الإثارة، قمة المتعة، لأن الأهداف حضرت، وكرة أمامنا من نايف في اللقطة الماضية وسقوط رحماني، لكن الكرة يعني بتعاند الفتح، كرة بتعاند الفتح لأن الهدف كان ممكن يسجل عن طريق امامنا مهدي خلص. شوف امامنا الكره العاليه، وادي امامنا هنا المتابعه وراسيه من نايف، ترتد الكره مره ثانيه تصل، وتدخل قوي كان من اللاعب نايف في اللقطه الماضيه، والتسديده بقى من خلال الكره الماضيه امامنا اهو، التسديده كانت من جانب اللاعب اللي امامنا اهو الباسل، ولكن اللي خارج الملعب. فرصتين بعد فعل لعبه على شيء معين، واللعب اللي وصل مولودية بجاية للمباراة النهائية هنا أمام نادي مازيمبي في هذه المباراة، لن نقول مفاجأة لأن اللقاء كان متكافئ ذهابا
وكان ايضا اللقاء متعرجح حتى اللحظات الاخيره، لكن نهيدي سجل الفتح الرباطي دقيقه 73، عادل فوز رحال والقائم حرم فريق الفتح الرباطي من الراسيه اللي كان لمسها خالص مهدي وارتطمت في راس سيدي بيه لتكون